الذي تقوله يا أخي؟ تقول إنه تسبب بإراقة دم ابني؟ هل لديك إثبات يا أخي؟ أخي، الشخص الذي أصاب صانع الفخار إدريس هو عمي دوندار، وهذا الخاتم وقع من إصبعه الملطخ بالدماء. خاف أن يتحدث جواسيس البابا. إذن هو يعرفهم ويخدمهم هم أيضا. عمي دوندار، ما الذي لن أفعله بك الآن يا دوندار؟ أنا أريد الانتقام يا سيد عثمان. أنا مقابل دم ابني، أريد دما. أخي المقدام، أخي المهموم، أتظن أن دمه القذر الملوث بالطمع والجشع سيبرد قلوبنا المحترقة نحن وأجدادنا؟ قل لي يا أخي. أخي، يا أخي، بني سيد بامسي، بني يا سادة، عودوا إلى رشدكم. أخي، ماذا سنفعل؟ ها؟ كيف سننظف هذا العار الذي لحق بنسلنا يا أخي؟ جنودي يبحثون عنه في سوغوت، لأقبض على عمي أولاً، لأقبض عليه أولاً، ولكن لن يعلم أحد بهذا الآن. إلى أن يخرج عمي من جحره ويقع بيدنا، لن تخرج سيوفنا من أغمادها. هذا ما علينا فعله. هل فهمتم؟ ادفن عار نسلنا وألمكم الذي يكوي قلوبنا في داخلكم. عندما يخرج من جحره فإن دمه حلال على الكثير من أبطال قبيلتنا.